السلام عليكم ورحمة الله. في إطار المأكولات الشتوية اليوم غادي نقدم لكم أكلة ديال العدس بالخضر، أكلة متكاملة صحية. كنتمنى أنها تعجبكم وتجربوها وتخلوا لي لكم منطق. غنبداو إن شاء الله بتقديم المقادير، وفي نفس الوقت نقوم بالعمل. عندي العدس، عندي 250 غرام ديال العدس اللي غسلته ورقدته في الماء على الاقل واحد ساعة باش ما يتفتتش ليا في الطياب، يعني يبقى صحيح في الطياب. غادي نوضعوا العدس عندنا في الطنجرة، اما بالنسبه للخضر فانا عندي جوج ديال الجزر وبطاطا واحده، يعني الخضره اللي بغيتو نتوما. وعندنا جدر ديال الكرافس، ما كنديروش الورق، كنديرو غير الجدر بوحدو. غادي نوضعوا كميه ديال الخضر، من بعد غادي نديرو لاصوص طوماط. هاد لاصوص جاهزة، اللي ما عندوش يقدر يكتفي غير بمطيشة محكوكة واحدة كافية. انا كنستعمل هاد لاماك، كنظن بانها كاينة في المحلات التجارية الكبرى في المغرب. انا درت هنايا حساب جوج معالق كبار عامرين، حتى لثلاثة. وعندنا الربيع، قزبر ومعدنوس بطبيعة الحال. عندنا ثومه جوج فصاص كبار اللي قسمتهم غير على زوج. عندنا مركز الطماطم معلقه كبيره. وبالنسبه للعطريه عندنا الملح حسب الذوق، عندنا ملعقه صغيره ديال الكركم، ملعقه صغيره ديال نصف ملعقه عفوا ديال الابزار، ونصف ملعقه ديال الزنجبيل، وملعقة صغيرة ديال البابريكا. انا هنا غندير غير الزيت الرومية في الاول حتى يطيب، عاد باش غندير البلدية غندير غير شوية ديال الزيت الرومية. مني غادي يطيب عاد باش غندير زيت البلدية. دابا غادي نمرقو الحسب ديال المرقة. انا درت هنايا اطرو ديال الماء، غنديروه فوق البوطه يطيب. بالنسبه للكمون وزيت الزيتون حتى الاخر هذا باش كنضيفوه باش تبقى النسمه ديال الكمون والنسمه ديال زيت الزيتون حاضره. دابا غنديروه فوق البوطه وغنتلاقاو من بعد. دابا من بعد ما طاب لينا العدس غادي نضيفو الكمون وزيت الزيتون، وغادي نخليوه دقيقة مكاملاش، غير دقيقة وغادي نطفيو عليه. نتلقاو باش نقدموه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. بصراحة كيجي بنين متكامل صحي. انا درت معاه الخبز، واخا نورمالمون القطنيه ما خصهاش تكون مع النشويات، ولكن حنا المغاربه معروفين اننا تناكلوا الخبز في اي حاجه. مهم هذا هو الطبق ديالنا، كنتمنى تجربوه وتخلوا لي كومونتير ديالكم. بالصحه والراحه.